السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير هنيتون، كي دايرين؟ مع الصحة او ما كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله هذا الشيء اللي يعجبكم هذا النهار، الله يبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله، وهذا المرض هذا ان شاء الله يا سيدي ربي، وعواشكم مبارك اخوتي، تصوموا هذا رمضان ان شاء الله بالصحة والهنا، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. خوتي خواتاتي السلام عليكم، هذا النهار غادي ندير ان شاء الله الشاورما كما كنقولوا لها حنا الكباب بالفخاد ديال نتاع لا دانت. باش كتجي الشاورما كتجي زوينه، راني قطعت ديجا واحد البصله، ها هي بصله كبيره، وها هي واحد البصله جاوجه، باش غادي نديرو التشاميله ان شاء الله، وتابعوا معنا بحول الله. بسم الله بسم الله، كنشدو البصله كنديرو لها هكا، فوالا فوالا بحال هكا. بسم الله، هاد حنايا باش غادي نديرو التشاميلة ولا اخر، وغادي تشوفو معايا تابعو معانا. فوالا كنديروها هنايا، اوب، كنزيدو النص لاخر. فوالا كنجيبو هادي كنديرو فيها البصلة ديالنا، فوالا على حساب لا داند عندي كيلو ونص تقريبا، على حساب كيلو ونص فوالا تاع العدد ديال الشاورما. فوالا ماشي صدا ديال الدجاج، ماشي صدا ديال البيبي تاع الداند، الفخاد ديالو الفخاد ديالو، وتابعوا معايا ان شاء الله. ولا اخوتي كما كتشوفوا معايا، بسم الله، هنا عندي معلقه صغيره، هنا عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال التحميره على حساب معلقه ما عمرهاش صغيره. بسم الله، عندي واحد نص معلقه ديال الكمون، عندي معلقه ديال الخرقوم، ها هي، وشي شويه، عندي معلقه ديال سكينجبير، ها هو، عندي شويه رويس ديال سيبيسا، عقوق الله سمحوا لي، عفوا، عندي هنايا نص معلقه ديال الفلفله، اوب، نص معلقه صغيره رويس، عندي هنايا القصبه ديال بس على حساب جوج معلقات او حتى ثلاثه، عندي هنايا الثومه، ها هي كتشوفوا الثومه نديرو على حساب معلقة ما عامرهاش ونص صغيرة، فوالا، عندي هنايا كنديرو الزيت، شوية الزيت، الزيت ديال نورمال سانغو، وهنايا عفوا سمحولنا كنديرو شوية ديال زيت الزيتون، فوالا، فوالا خوتي، هاهو عندي هنايا هادي فيها شوية ديال الحضور. لحار فيها ورق سيدنا موسى، فيها نعناع القدور، واحد شفا سميتها نعناع القدور، فيها بزاف ديال العشوب، هاد المادي كنديرو شي شويه لحقاش راها مجهده وحاضر، هادي راه كنديرو فيها في الخبز ديال الكفته اللي كيعمرو به الخبز ديال الحار، هذا هو العشوب اللي كنديرو في الخبز ديال الحار، فوالا، واللي كنبغى شي نهار شي حاجه ما يخلي لي في الكومنتير نقول له شنو كاع العشوب اللي كاينين باش اللي بغى يديرهم ان شاء الله. وهنايا عندي الملحه لحقاش لاداند ديالي راني غسلتها بالملحه، الملحه والخل ضروري خصكم تغسلوا بالملحه والخل، فوالا، وهنايا غادي ندير واحد نص معلقه ديال الملحه، معلقه، فوالا، هنا كان ساقلي عندي لا كريم فريش ساعه ما بقاتش عندي، وغادي ندير واحد نص ديال دانون عادي سامبل، فوالا ساقلي كان عندي لا كريم فريش ساعه ما كانتش عندي، تقاد عليا. ولكن ضروري غادي نغسل الكريم فريش باش بلاتي منين يطيب ان شاء الله، غادي نمشي ونجي وان شاء الله غادي تتابعوا معنا بحول الله. بسم الله،
ولا اخوتي بسم الله الله اكبر. ها هو كيف كتشوفوا معنا، ها هو الاخو ديالنا، شفتوا كيفاش كيكون؟ بسم الله راه هنايا كنديروا في التسميله وكنخليو على حساب ساعه ونص. قال لي الا ما كانش الانسان زربان يديروا الصباح للعشيه ويتشمل على خاطر، ولا كان الانسان زربان يخلي بعدا واحد ساعتين ولا جوج سوايع بعدا على الاقل باش كندخلوا هذيك التسميله وهذاك العطور هذوك. وانا يخلط بنادم الانسان يخلط، وان شاء الله نتمنى هادشي اللي يعجبكم وبقاو معنا حتى النهايه ان شاء الله. راني كنوري لكم شي بشويه، واي حاجه بغاها الانسان ولا يخلي لي في الاخر الكومونتير الاخر ونجاوبو ان شاء الله ونعطيه المقادير والاخر، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله بحول الله. بسم الله، حنا راكم عارفين حنا مسلمين، راه كنخلطوها باليدين باش الشرميله كتدخل مزيان. فوالا فوالا وانايا ما عنديش هذيك لا فورش ديال الشاورما ديك اللي كادور، تاشينها ان شاء الله يسهل الله ونشريها، وراه كيتباعو سي وحدين صغيرين وتشوفوهم ان شاء الله بحول الله. انا كنديرو في الفران، كندير له واحد نقيل نستيه في الفران ومن بعد كنكمل له في الطويجينه بلا كريم فريش وراخر، وغادي تتابعو معنا ان شاء الله حتى النهايه يا ربي. ونتمنى هادشي يعجبكم ان شاء الله، وبقاو معنا حتى النهايه ان شاء الله. فوالا كنخليو كيجي بحال الاخر يتخمم مزيان على حقو وطريقو، وغادي نغطيوه بالسوليفه ونخليه. دابا حنا هاد النهار عندنا الشتا البروده، غادي نديرو لا في الثلاجه لا والو، ونخليه وغادي يتلقد ان شاء الله على حقو وطريقو بحول الله. فوالا خوتي ها هو كيفاش كيجي، شتو فوالا ها هو كي كيجي، وها هو نغطيوه بالسوليفه ان شاء الله، وتابعوا معنا حتى الاخر النهايه ان شاء الله. كتشوفو ها هو داتو في الفران، ها هو اهو شوفوا معايا، هو داتو في الفران دابا كتشوفوا معايا، وزدت هذاك الشيء هو هنايا، ما زدتليش هذيك الطاوه، ودرت هذاك الشيء هنايا. ها هو ولا خوتي هنايا عندي سلاده، هو غادي نغسلها بالماء وغادي ندير عليها شويه ديال الخل باش كتشوفوا هكا باش كتنقى وكتحيد، وتابعوا معايا بلاتي ان شاء الله. ولا هكا كنديروا لها. ولا خوتي هيا شوفوا كيفاش قطعت مطيشات، هنا حبه ديال المطيشه ونص هي، وهنا راني كنقطع سلاده، شوفوا كيفاش كنقطعها رقيقه وتابعوا معايا. دابا ملي غسلناها هاد السلطه غسلناها ونشفناها، ودابا راه حنا كنقطعوها. فوالا كنقطعوها باش كنديروها في الساندويتش. فوالا كتشدوها كتقطعوها رقيقة وصافي، راكو عارفين ماشي. وتابعوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا معايا ها هي لا كريم فريش، ها هي لا كريم فريش. فوالا كنهزوها وكنديروا واحد نص على حساب نص ديال القابسه، نص ديال هذه الباكيه هذه، وكنخلطوها مع الزيت وكنديروا لها شويه ديال الزيت ونخلطوها مزيان مزيان، وكنديروا فيها شويه ديال الزعتره ديال الزعتر باش كتجي بنينه وكتجي زوينه. وتابعوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. والله ها هي الزيت، ها هي كنخوي فيها الزيت على حساب نص كاس، كاس كاع ديال الزيت ديال اتاي تاع العلبه. وكنخلطوا هادشي مزيان، هاد المقادير هكا حتى كيولي الزيت ما كيبانش، كيبانش الزيت. وفي التالي ملي كنقطعوا هذاك لادان نقطعوه مزيان مزيان، ومن بعد غادي نخويو عليه هاد لا كريم فريش ونزيد ونقطعو بالمقص، عاد ونزيد نكملو عليه بالمقص. شوفو كي كتجي اخوتي، ها الزويته مبقاتش باينة، وتابعو معايا حتى النهاية ان شاء الله. اخوتي قولا ما كنتش وريت لكم، راني كنت حتى شوية ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج باش يجي ان ميكس كيباب، باش يكون مخلط باللحم تاع لادان والصدر ديال الدجاج. هو كنقطعو وكل حاجة هاكا طيب بوحدها، وتشرميلة كيف كيف سمحوا لي راني ما نسيت باش نقولها لكم، وتشرميله بحالها بحال الاخرى، اللي هو كل حاجه غادي نديرها بوحدها. لحقاش هذا راه ديال الدجاج، هذا شوفوا الصدر ديال الدجاج، باش غادي ندير الدجاج والصدر والاخر نتاع لادن باش تجي ان ميكس زعما جوج دو فياند، كيكون فيها جوج ديال اللحومه، كاين اللي كيدير فيها ثلاثه، كاين اللي كيدير فيها اربعه، وكل واحد كيفاش. انا درت فيها لادن وهذا،
وتابعوا معايا حتى للنهايه ان شاء الله. يلا صوص فيها الزعتر، هيا كيما كتشوفوا معايا هي فيها الزعتر. او هذا ديال الدجاج وكتب بسم الله، وكنديروا بحال هكا بسم الله الله اكبر. هلا بحال هكا بسم الله بسم الله بسم الله، وهذا بحال هكا، وهذا هذا. وتابعوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. وهذا اخوتي هو البيبي ديالنا، ها هو كيفاش كنشدو كنقطعوه كنديروا له بحال هكا. فوالا كتشوفوا معايا ها هو كيفاش تقطع. فوالا ها هو وها هو فوالا. وتابعوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. فوالا شوفوا كيفاش كيكون، ها هو ها هو هنايا كيفاش كيكون مقطع. فوالا شوفوا معايا ها هو فوالا، وها هو الاخر، ها هو كيطيب ديال الدجاج، ها هو فوالا هكا. ومن بعد كنشدو هادي وكنبقاو نديرو لوها حتى النهاية. ولا خوتي ها هو، ها هو كيما كتشوفو معنا قطعنا هداك الكباب، ها هو دابا ها هو كنخويو عليه هاد لاصوص هادي لا كخيم فخيش. هاهي وتابعو معايا إن شاء الله حتى النهاية. ولا كيما كتشوفو خوتي ها هو راه كيطبخ، وتابعو معنا. تابعو معايا خوتي كنشد المقص وكنبقاو نقطعو بحال هكا باش كيكمل الطياب ديالو، مبقاش راك السينا غليظ راكو شتو. فوالا تابعوا معنا ان شاء الله. ولا خوتي ها هو شفتوا معايا، ها هي وجدت الشاورما، ها هي ها الشليضه صوبناها، ها مطيشه. وتابعوا معنا. ولا خوتي ها هو الاخر ديال لاكاليت اللي كتشوفوا معايا. ولا شاهدوا معايا. ولا خوتي كنديروا مايونيز، ولا مايونيز كنديروا الكاتشب، كنديروا لا سالاد، فوالا لا سالاد، كنديرو مطيشة. وتابعو معايا، وهو كيما كتشوفو معايا هو درت الفرماج هاني عمرت. وتابعو معايا أخوتي، هاهما كي كيجيو عامرين. فوالا هاني عمرتهم، هاهما كي كتشوفو. فوالا هادو فيهم، هادو فيهم الهريسة والكاتشب والآخر، هادو فيهم الفرماج والكاتشب، هادا مفيهاش الكاتشب، ووحدة أخرى فيها الفخوماج تاهي والكاتشب. وتابعوا معنا حتى النهايه ان شاء الله، منين نحل لكم وحده كيفاش هاد الجبلاتي ان شاء الله. كيفاش كنديرهم؟ كنديرهم في هاد لابلاك هادي، ها هما كتشوفوا كنديرهم في هاد لابلاك هادي باش كيتحمروا. فوالا خوتي نتمنى يعجبكم هاد الوصفه. فوالا ها هو كيفاش كيخرج هاد الطاكوس، ها هو مزيان زوين بالفرماج وكلشي. نتمنى يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك وجيم جيم جيم، واللي ماشي مابوني مابوني عافاكم. ونتمنى يعجبكم هاد الشيء، واللي مريضه تسمح لنا واللي ما غادي يسمح لنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.